سيبك من الكلام العاطفي وخلينا نتكلم على أرض الواقع. نعم. الكلام العاطفي اللي انت قلته كنا بنقوله زمان وكنا بنواجه فيه من سلطة الفلسطينية بالاعتقال وبمصادرة السلاح وغيرها، ويقال الآن بالتعاون الأمني بينهم، بالتالي كان المفروض، ولما فشلنا في هذا الموضوع لجأنا إلى انتخابات، فكانت الانتخابات لصالح المقاومة ممثلة في حماس اللي أخذت الانتخابات البلديات في 2005 وانتخابات التشريعية في 2006، وتنازلنا عن نص الحكومة في اتفاق مكة في 2007، وكانت النتيجة أنه أرادوا أن يقلبوا علينا بالسلاح. بالتالي الحقيقة الجريمة الكبرى كلها في منظمة التحرير التي قادتها هذه القيادة الحالية، التي آمنت أن الاحتلال الإسرائيلي سيعطيها دولة وأنه سيسمح لهم بما اتفقوا عليه دولة في الأرض المحتلة عام 67. فالكيان الإسرائيلي عندما ضعف هذا ضم القدس وضم غيرها، والأمريكا رفعت نقلت سفارتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 إلى غير ذلك. بالتالي الكلام العاطفي كويس إنه إحنا نجلس مع بعض، لكن السؤال كيف يمكن أنا أجلس مع واحد بيقاوم الاحتلال، مع واحد بيبلغ عن واحد بيقاوم الاحتلال في الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي؟ المفروض أن يكون كالكلام كالآتي: أليس هذا هو الوقت المناسب لقطع التواصل الأمني مع الكيان الإسرائيلي وفك الارتباط والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق يد المقاومة في هذه الضفة الغربية؟ هو هذا السؤال المطلوب، والإجابة عليه نعم، هو هذا الخيار.